صباح الخير ورباح، مرحبا بمستمعينا في كل وتمعن موعد التغذية بامتياز على راديو دوزام. صباح الخير أستاذ نبيل عياشي. صباح الخير لالا سميرة، شخبارك؟ الحمد لله، نتمنى أن المستمعين كلهم يكونوا في حالة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله بحال اللي شادين الطريق الله يوصلهم على بالسلامة، واللي تسمعوا لنا في البيوت ديالهم نتمنى لهم يوم سعيد بمعية أمواج راديو دوزام. إذا موضوع كل وتمعن اليوم عنده علاقة بمرض العصر، مرض صامت قاتل وفتاك. وبما أن صحتنا تتبدا من تغذيتنا، فأكيد أن ارتفاع الضغط الدموي أو الليبرتونسيون عندها علاقة مع تغذيتنا. أستاذ نبيل عياشي، فعلا هو مرض كيف ما شرتي، مرض العصر، مرض فتاك. ما تنظنش أن شي بيت يخلو من هذا السوسة هذه اللي هو هذا مرض ديال ارتفاع الضغط الدموي. فتنظن أن الكل يعاني من هذا، يعني كل البيوت المغربية إلا وفيها شخص أو أكثر يعاني من هذا المرض هذا. المشكل هو أن الناس ربما ما تعرفوش المضاعفات ديال هذا المشكل ديال الضغط الدموي، ديال الارتفاع في الضغط الدموي، تيستهنوا بها. نعم، تيستهنوا به بشكل كبير، لان المشكل ماشي في المرض بحد ذاته، المشكل هو في المضاعفات ديال المرض. فملي تنشوفوا ان المضاعفات ديال المرض يعني تقدر تؤدي بالشخص الى الوفاه، وتقدر تؤدي الى امراض مزمنه صعيبه كالقصور الكلوي مثلا، او للعمى، او البتر ديال الرجل. هنا يعني في القصور الكلوي مثلا بين الاسباب ديالو هو داء السكري الغير المنتظم وارتفاع في الضغط الدموي اللي ما تتعالجش، لان الارتفاع في الضغط الدموي بشكل كبير يؤدي الى مشاكل على مستوى الكلي. فهنا بطبيعة الحال فرق كبير جدا ما بين شخص مصاب فقط بارتفاع الضغط الدموي وشخص مصاب بارتفاع الضغط الدموي والقصور الكلوي، لان لا في الجانب المادي ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب الذهني ولا في الجانب العلاجي هناك فرق كبير جدا. لهذا اول نصيحه للناس اللي مصابين بارتفاع في الضغط الدموي يردوا البال ويقدوا لاتونسيون ديالهم. علاش؟ لان راه عندها علاقه مع القصور الكلوي، لان الا ما نظمتيش النظام ديالك وما قديتيش الدواء ديالك وما عالجتيش المرض ديالك غتوصل للمرحله اللي غادي يمشيو لك فيها الكلاوي، وهنا غيولي مساله اخرى وعلاج اخر ومشاكل اخرى. واضح. اذا ارتفاع الضغط الدموي والتغذيه، واش التغذيه عندها دور في ظهور ارتفاع الضغط الدموي، في ارتفاع الضغط الدموي؟ بغيت نقول بطبيعه الحال داكشي علاش انا تنقول دائما وشرتي في بدايه الاسبوع الى السموم البيضاء اللي هي قلتي الملحه والسكر والملح. نعم، فهنا بالنسبه للملحه احنا تنسميوها في علم التغذيه سيتان تيور اون سيلونس، قاتل في صمت. وللاسف ان الان دراسه مؤخرا بينات ان المغاربه يستهلكون اكثر من 12 غرام في اليوم ديال الملحه. فتخيلي معايا اختي سميره ان الشخص يستهلك اكثر من 12 غرام ديال الملحه في النهار، في حين ان الاحتياجات ديالنا لا تتعدى واحد 3 ولا 4 غرامات ديال الملحه، في حين ان الصوديوم يعني لان المشكل اللي كاين ان الناس ما تفرقوش ما بين ارتفاع في الضغط الدموي وما بين ماده الصوديوم، عفوا ما تفرقوش ما بين الملحه والصوديوم. الناس تظنوا بان الملحه فقط هي اللي تطلع لا طونسيون، وهذا خطا، لان ماشي الملحه اللي تطلع لا طونسيون، اللي تطلع لا طونسيون هو مركب من الملحه، هو ماده الصوديوم، يعني مكون من مكونات ديال الملحه. لان الملحه فيها جوج، فيها 40% ديال الصوديوم و 60% ديال الكلور. هذيك 40% ديال الصوديوم هي اللي دايره على الفيلم، لان الملحه فوقاش يكون عندنا المذاق مالح. عندما يجتمع الكلور مع الصوديوم تيكون عندي المذاق مالح، ولكن ماده الصوديوم بوحدها ما تتعطينيش المذاق ديال الملوحيه. نعطيك مثال بسيط جدا، العصائر الاصطناعيه تحتوي على ماده الصوديوم ما ملحاش. علاش؟ لان ما داخلش مع الكلور، كاين غير الصوديوم بوحدو. المسكه مثلا فيها ماده الصوديوم ولكن ما ملحاش، حلوه، لان الصوديوم ما داخلش مع الكلور. جميع المعلبات تحتوي على ماده الصوديوم لانه يدخل في الاغذيه الحافظه، المواد الحافظه للمعلبات. فهذا المشكل ديال ماده الصوديوم وان الاحتياجات ديالنا في اليوم، وشوف سبحان الله يعني جميع الاغذيه الطبيعيه اختي سميره لا تحتوي على نسب كبيره من ماده الصوديوم. جميع الاغذيه الطبيعيه تحتوي على 20 ملغ او لا
20 50 ميلي غرام ولا 70 ميلي غرام. علاش؟ باش الجسم ديالنا ما يقعش في هذا المشكل ديال الزياده في الضغط الدموي. ولكن جميع الاغذيه الاصطناعيه تحتوي على نسب مهمه من ماده الصوديوم. عندما نتحدث على الشيبس، عندما نتحدث عن البسكويتات، عندما نتحدث على يعني جميع الامور، بالاضافه الى اضافه ملح الطعام. فهنا ملي تيكون عندي الاحتياجات ماده الصوديوم 2 ديال الغرامات وانا تندخل الجسم ديالي 10 ديال الغرامات، لان هذا هو الاستهلاك اليومي اللي كاين عند العادي. اي مغربي احصائيات دراسات ونشرات باينه، يعني 12 غرام ديال اكثر من 12 غرام ديال الملح في اليوم. يعني هنا ملي تنجي نشوف بان الاستهلاك ديالي 2 الغرامات وانا تنستهلك واحد 6 ولا اكثر ديال الغرامات، يعني 3 المرات ولا 4 مرات اكثر، يعني تنحمل الجسم ديالي ما لا طاقه له. اكيد. يعني نعطيك مثال بسيط، سياره غتمشي تتهز 60 كيلو وانت درتي فوق منها 120 كيلو، غتشد بها الطريق، غديماري من الرباط، راه ما غتوصلكش لطنجة، غديماري من الدار البيضاء غتوقف في محمدية وغتوقف في الرباط، هي راه ديمارات زادت. هادشي هو اللي تيوقع دابا الانسان، دابا المستهلك هو تيقول لك ولي ما قتلت سمن. اودي الله يهديك، راه ماشي راني واقف ما بين لي والو، تيقول لك واخرها موت. لا راه ماشي، حنا ما تنهضروش على الموت. الموت راه ملي غتجي ما تعقل لا عليك ولا عليا ولا على صوديوم. حق الموت حق، غتجي غتمشي ملي غيوصل النهار، ولكن كيفاش غتوصل ليها؟ راه هنا فين كاين المشكل، كي غدير توصل لهذيك الموت؟ لان راه شوف، راه الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة ولنفسك عليك حق. علاش؟ لان الانسان خصو يرد البال لراسو، لانك انت تمرض راه المجتمع كله تيمرض معاك. الا مرض شخص في البيت العائله كلها تتبرزت وتتضرر. نعم. فهنا هذه الماده الصوديوم كيف يعقل انا نربيو الطفل؟ انا ما عرفتش، انا نتمنى الساده المستمعين يكون عندهم الجواب، لان انا ما عنديش. بالله عليك بيضه مسلوقه علاش نزيدوا لها الملح؟ حيت لذيذة. شنو هي الملحة؟ البيضة مع الملحة تتكون لذيذة. البيضة لذيذة وي، مي الملحة علاش؟ لأن راه هنا كاين مشكل، راه ما تنذوقوش المذاق الحقيقي للطعام. ولفنا الملحة مع يعني المسألة ديال شوف الملحة ديال الولف، إضافة الملحة للجزر ولا إضافة الملحة للحساء ولا إضافة الملحة للقوق ولا الجلبانة، ما تيبقاش عندك المذاق ديال هذاك القوق ولا ديال الجلبانة ولا تخيزو. هادي النقطة تولي غالبا الملحة، بيان سور تولي خيزو بالملحة، راه ماشي هو خيزو، راه كاين فرق كبير جدا. راه الناس خصهم يستعدوا نفسيا ويذوقوا هذيك الأغذية بلا ملحة، والله القسم إلى مذاق أفضل. واخا واش هذا تيعني بأنهم خاصهمش يستعملوا الملحة بتاتا؟ أنا بالنسبة ليا ما محتاجينش الملحة. الله يودي الله، شي ما محتاجين. شوف أنا ما تنقولش ديروها، أنا تنقول لك علميا ما محتاجينش الملحة، على الأقل نديروا حاجة مسوسة وحاجه مالحه. مثلا نقدروا علاش ما نعوضوش الملحه بالحامض؟ ما نعوضوش الملحه بالخل؟ الشلاضه ضروري نديروا فيها الملحه؟ ماشي ضروري، نقدر ندير اون فينيغريت بالخل والزيت البلديه ونبتعد على الملحه. الخبز مثلا انا عندك طريقه باش الخبز ما يجيكش مسوس. شنو هي؟ زيد فيه الزنجلان والكمون. انا سندل الكمون صحيح، زيد فيه الزنجلان والكمون وشوف شحال غتنقص من الملحه، لان هذاك المذاق ديال الكمون والزنجلان تيغطي على ديك المساسه. واخا الزنجلان والكمون مطحونين ولا حبوب هكذا اللي بغيتي غير ديرهم كيف يديرهم كيف ما كان. من انت دير المرقه مثلا، الطاجين ديال المرقه ما ديرش فيه الحامض. ولكن والله القسم الى صعيب تعوض. شوف انا نقول لك قسما بالله الا انا افضل معك في الشلاده، ولكن افضل 100 الف مره صوب هذه الخضره بلا ملحه كصوبه بالملحه، حيت ولفتيها، حيت عند هناك شوف على هذاك المسكين اللي تيطلع ليه التونسيون تيحيدوا ليه الملحه. تسولي بزز منه، واحد عندك جوج الحوايج، يا اما تحيدها بخاطرك يا اما تحيدها بز منك. نحيدها بخاطر احسن. صافي دير كوا، انا ما تفهموش من كلامي، تنقول لكم نهائيا لا، بعد مره غنخرج غناخذ في الزنقه غنتناول شي حاجه مالحه سي با كغاف، ولكن والله القسم سميري اللي تنعرف ناس تياكلوا الطاجين وتيضيفوا الملح، هو طيب بالملحه وتيغسل الملحه تكون محطوطه حليب باش يديرها. وهذا الشيء يدير دابا هذا تيهلك راسو، هذا غادي في لوتوروت المشاكل الصحيه. يعني تنقول نقصوا ما امكن، شي اللي ما قدرتوش تحيدوها دير حاجه مسوسه وحاجه مالحه، دير الخبز مالح والمرقه مسوسه ولا العكس. علاش؟ لان الارتفاع من ماده، لان الاحتياجات ديالنا قلت هي 2 الغرام، 2 الغرام يمكن نسدو عن طريق شرب الحليب، تناكل الخضار، تناول الفواكه، اللحم، السمك، تنسدو 2 الغرام، وحنا تنوصلوا ل 8 الغرام. راه صعيبه، راه 12 غرام ديال الملح حتى ناكلو في النهار اكثر من 12 غرام، دراسه اللي دارت في المغرب اكثر من 12 غرام ديال الملح. اذا انت تبقى في التغذيه السبب الرئيسي ديال ارتفاع الضغط الدموي هي الملحه. بطبيعه الحال كاين الملح، كاين بطبيعه الحال نقطه اخرى، كاين هناك الارتفاع، كاين كذلك المقليات، كاين في الزيت هما يؤديوا لارتفاع الضغط الدموي، وكاين عدم القيام بالحركه. ولكن السبب الرئيسي والمباشر
هو الملح. انا بغيت نشير نقطه اخرى، الناس اللي تيعانيو من ارتفاع في الضغط الدموي، لان المشكله تيوقعت يقول لك حيت الملحه ورغم ذلك باقا تعيط طونسيون. علاش؟ لان تيتناول المعلبات اللي فيها ماده الصوديوم. دونك الصوديوم المعلبات خصها تحيد، لان اللي تيطلع الطونسيون هو ماده الصوديوم. هذاك المعلبات مثلا واحد حبس الملحه وعنده ارتفاع في الضغط الدموي، ولكن مازال تيمضغ 5 د المسكات في النهار وتياكل 6 ديال لي بونبون وتيشرب من السيترو ديال العصير الاصطناعي، ما غيبطلوش. عند بالو راه ما خداش الملحه، عند بالو ما خداش الملحه، لان الناس يسحب لهم هذا الصوديوم هو المذاق المالح. انا قلت بدايه الحلقه الصوديوم مالح مين تيلصق مع الكلور، اما ملي تيكون بوحدو راه ما تيكونش مالح، ولكن فيه نفس السلبيات ديال الملحه. هو نفس الماده يؤدي الى، فالناس خصهم منين يكون عندهم ارتفاع في الضغط الدموي يبعدوا على الملحه، ينقصوا منها ما امكن، ويبعدوا كذلك على الاغذيه المعلبه ما امكن، ينقصوا من الاغذيه المعلبه، لان الانقاص لان عدم الابتعاد عن الاغذيه المعلبه يعني ادخال كميات اخرى من ماده الصوديوم. وخاصنا نعرفوا بان الضغط الدموي هو صعيب التشخيص، يعني تيبقى شحال من واحد غادي في النظام الغذائي ديالو السلبي. نعم. وما عارفش بان فيه ارتفاع الضغط الدموي للاسف، لان نشوف انا نقولها لك من هنا، الناس اللي تيتناولوا الملحه بشكل كبير، اللي تيضيفوا الملحه، لان الملحه تزيدوها الفريت، الملحه تزيدوها البيض، الملحه تزيدوها في هذا الملحه لماذا سؤال مطروح، علاش راه دوق شوف انا نعطيك مثال، تقول لك ما يحب الملح غير المليح. لا 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 لي ما كاين مليح، لا 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 كاين مليح نتقلبوا على الحلو. شوف انا نعطيك مثال اخر، نعطيك نقطه، كولا سيدي خيزو بوحدو داكوغ، بغيتي الملحه كولها بوحدها، ما تخلط لياش بجوج، خلي خيزو الجسم ديالك يستافد منه، ما تقدرش تاكل ملحه بوحدها، ما يمكنش، نص معلقه ما تقدرش تدوزها، لا والو، هو بعد من الخيزو ما تفرضش عليه واحد الحاجه اللي ما مفروضاش عليه. راه ربي يكون بغى يخلق لك خيزو مالح كون خلق لك خيزو مالح. راه هكا، شوف خاصنا نمشيو مع الطبيعه، ما نبقاو راه اي فوا تنبداو نخربقوا تنخربقوا داخل الجسم واخا دي. يعني التاجين بحال هكا ديال الخيزو واللفت مثلا اللي تنديروه عاده، الا درنا معاه نص معلقه ديال الملح ماشي مشكل غير ما تكونش هذيك الجغجغه ديال الملح. ما نبقاوش اننا، لان حيت اصلا ملي غناكل البيض مسلوق وندير فيه الكمون وما غنديرش فيه الملحه، القلي في الزيت، الان دابا لي شيبس عامرين بالملحه، الان ولاو حتى دي بونبون فيهم الملحه، ابعد من هذو ولاو دي بيسكوي فيهم الملحه. وهذه ماشي طامه بالنسبه للاطفال. والطفل واكل لك الفريت فيه الملحه، واكل الشيبس فيها الملحه، واكل البيض بالملحه، الخبز بالملحه، المرقه بالملحه، هو بزاف وعايش بلي كونسيرف، ايوا راه كي غيوصل هذا الدري مسكين هذا، كي غيولي هذا الكلاوي ديالو، كي غيولي هذا الجسم ديالو، كي غيولي، راه ما يمكنش. راه هاد الامراض اللي تنشوفوا الان راه نتيجه اكثار وادخال كميات كبيره من ماده الصوديوم، راه نفس الخطر اللي جاي من السكر الابيض جاي من ماده الصوديوم، راه ماده خطيره جدا. ونشير مره اخرى الى ان الصوديوم ماشي بالضروره تيكون مالح، راه تنتناولوه في المعلبات، تنتناولوه في بزاف الحوايج اللي ما ردينش ليها الغايه بحال المسكه مثلا. نعم، وممكن نسدوا الاحتياجات ديالنا من الاغذيه الطبيعيه فيما يخص ماده الصوديوم فقط عن طريق تناول الخضر والفواكه والخبز واللحم والدجاج والبيض والحليب، غنسد الاحتياجات ديالي من ماده الصوديوم، لا داعي باش انني نضيف الملحه. واضح، شكرا لك استاذ نبيل عياشي على المعلومات القيمه لنهار اليوم في كلوت معا، معلومات اخرى في انتظاركم مستمعينا غدا ان شاء الله في نفس الموعد دائما على راديو دوزام، الى اللقاء.